سلاح كوريا الشمالية لتدمير الحضارة الأمريكية، النبضة الكهرومغناطيسية. سيناريوهات الحرب العالمية الثالثة تتجدد كلما أقدمت كوريا الشمالية على إجراء تجربة نووية جديدة، ولكن التخوف الآن لا يتعلق فقط بمدى قدرة بيونغ يانغ على ضرب قلب الولايات المتحدة بالصواريخ النووية فحسب، فالأمر يتجاوز ذلك إلى نوعية السلاح الذي قد يستخدم ويهدد الحضارة الإنسانية الحديثة. كيف تستطيع كوريا الشمالية أن تقتل 90% من الأمريكيين؟ بهذا العنوان حذر جيمس ويلسي الرئيس الأسبق للمخابرات المركزية الأمريكية وفينسنت بري رئيس لجنة الكونغرس لتقييم التهديدات الخاصة بهجوم النبضات الكهرومغناطيسية من خطورة شن بيونغ يانغ هذا النوع من الهجمات على الولايات المتحدة.